المشهد اللي انتوا هتشوفوه ده دلوقتي من ضمن الحاجات اللي 6 ابريل اتعلمتها في صربيا تحت مسمى حرب اللاعنف، ملف صناعه الوهم او صناعه الابطال. هما بيبقوا عايزين يصنعوا بطل تابع ليهم ويتقال عليه ان هو اتعذب عشان يبقى رمز لمناهضه التعذيب في مصر مثلا، ويبتدي يتكلم في القنوات الاعلاميه والدوليه الحقوا مصر بيحصل فيها تعذيب. ده من ضمن اسلوب اللي انا شفته في السجن، وشفت ناس من 6 ابريل بيعلموا الاعضاء ازاي تعملوا كده. طبعا بيعلموا الاعضاء المرتزقه اللي هم واثقين فيهم مش هيقولوا او يفضحوا الكلام ده كله. انا ما اتعلمتش الكلام ده، انا شفته بعيني في السجن. فنفترض مثلا انت عايز تلفق ضابط تهمه، انت في السجن وعايز تلفق لضابط تهمه ان هو يعذبك، حاجه من الاثنين، يا يعني انت بتعمل الموضوع ده بنفسك يا بتخلي حد يضربك بنفسه بظهرك. ازاي؟ هل مثلا الموضوع فيه الم؟ لا، الموضوع ما فيهوش اي نوع من الالم، هو خفيف بس. فبنعمل كده، تي غطى الازازه وابتدي انت تعملها كده، فيبتدي يعمل علامات تعذيب. ما بتنتهيش طبعا كده، زي ما انت شايف علامات ايه؟ تعذيب. كذا مره بقى بيبقى لونها ايه؟ تبتدي تحمر. طب هو عايزها تزرق، بيجيب فوطه او بلاستيك يجيب فوطة أو بلاستيك ويلفها كده ويبتدي يغبط كده، شايف عملت ازاي؟ ويطلع يقول بقى الضابط عذبني، ويبقى رمز البطولة والنضال ضد الداخلية. في حاجات تانية أصعب من دي تتعمل بالموس، بتتعمل يعني لو كان عندنا موس كنت هقول لكم ازاي تدخل الموس جوه السجن، وازاي بيتم تغليفه بحيث ان هو ما يتعرفش. شايف العلامات عاملة ازاي؟ علامات تعذيب. ويطلع يعمل نفسه البطل المناضل الحر، ويشتم الداخليه ويشتم مش عارف مين والحقونا الداخليه بتعذب، ويطلع في المحافل الدوليه والقنوات الدوليه حاربوا التعذيب جوه مصر. المده الزمنيه بتاع العلامات دي بتقعد على حسب ما انت عايزها تقعد، يعني كل ما تشد في الضرب اكتر، كل ما تكرر الضرب يقعد اكتر وعلامه التعذيب تشد اكتر. طب لو انت عايزها تزرق لدرجه انها مثلا عندك، يعني نفترض مثلا انت ما عندكش الا فرصه واحده انك تعمل العلامه دي في جسمك والنيابه هتنزلها كمان 20 يوم، يبتدي يعمل علامات زي دي كده اهو، ويجيب حاجه يا اما يضرب بيده كده، يا اما يجيب كيس مثلا ويلف حواليه عمله معدنيه او يكسر طوبه ويبتدي يخبط بيها كده، فالعلامه تزرق وممكن توصل معاك انها تقعد شهر. يعني انت لو عندك تجديد نيابه فتنزل تقول لوكيل النيابه الحق ده عذبوني وخلوني اقول الكلام ده بالعافيه. هي فتره وبتروح، هو معاه ده طبعا الضربات اللي بتعمل بالموس.